دكتور ماكو صوت. دكتور طه، مكسوم الصوت. إذن اليوم إن شاء الله راح نبلش نحل كم سؤال على هاي الموضوع الدايمنشنال اناليزز، وسؤال سؤالين يعني نربط بين الدايمنشنال اناليزز وبين السيميليتيود. فاليوم عندنا هذا السؤال نحل هذا السؤال اليوم عند متغيرات تسيطر على الحركة the variable controlling the motion of a floating vessel. إذا أكو متغيرات تسيطر على حركة طوافة floating vessel طوافة through the surrounding fluid من خلال المائع أو الفلويد اللي يحط بها. R شنو المتغيرات؟ FD drag force. إذا أول متغير هو drag force، سرعة البسل، السرعة، length its length the density rho. إذا عندنا length L المفروض هنا dynamic viscosity mu of the fluid and the acceleration due to gravity g، تعجيل الأرضي. يقول لك derive an expression for FD. إذا نريد يقول لك اشتاق لك فد لل FD، شوف لنا علاقة لل FD من هاي المتغيرات. إذا عندنا متغيرات اللي تسيطر على حركة هاي الطوافة، عوامة، بلم، شوف شو تسويها floating vessel. المتغيرات اللي منطيها drag force قوة الكبح، منطينا سرعة، منطينا الطول مال هاي الطوافة، density والdynamic viscosity mu of the fluid. إذا الفلويد اللي تمشي بيه منطينا density ماله رو، ومنطينا الفيسكوزيتي ماله ميو، ومنطينا acceleration due gravity. إذا هذا التعجيل الأرضي منطي. يريد اشتق علاقة للـ FD، شلون اشتق لهذا الـ FD اللي هي drag force علاقة؟ by dimensional analysis، by طريقة الـ dimensional. نجي نحل هذا الـ sequence مالنا هو number of variable. عندنا FD واحد، عندنا الـ velocity اثنين، الطول ثلاثة، density الـ mu viscosity والجرافيتي. إذا الـ N شقد عندي؟ ستة. إذا عندي ستة متغيرات. Number of repeated variable هاي ثابتة ثلاثة. عندنا ثلاث متغيرات اللي هي الـ J. والمتغيرات قلنا ناخذ الأسهل اللي هي سرعة، طول، density. إذا number of pi N ناقص J، ستة ناقص ثلاثة يبقى عندي ثلاثة. إذا لازم أوجد ثلاث بايات، باي 1 وباي 2 وباي 3. باي 1 في ال رو، لا الباي 2 في ال رو، والباي 3 في ال رو. إذا هذه مكررة بكل البايات. بقى عندي ثلاثة اللي هي FD أضيف وأضيف G وأضيف الميو. يعني مجرد أنت تعرف السياق مال الشغل، ما بي لا تفكير ولا هم يحزنون. تعد المتغيرات ألقى، شيل منها ثلاثة هذه اللي نعيدها الريبيتد، نقص من الكل، شقد يبقى عندك؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إذا هاي عدد البايات
اللي راح تطلعها. تختار الريبيتد فاريبل، اختارينا في ال رو وجبنا الثلاثة الباقيات صفرناها طلعت عندنا 3 بايات. اجي عاد هسه على الوحدات. اول وحدة عندي سرعة متر على الثانية، المتر شنو؟ ال وحدة الطول، الثانية تي وحدة الزمن، من المقام صعدها على البسط صارت ناقص واحد، هاي أول وحدة. ال وحدتها طول، ال الرو وحدتها كيلوغرام متر مكعب، هاي ناقص ثلاثة كانت جوا صعدناها فوق صارت ناقص ثلاثة. القوة كيلوغرام طول تايم ناقصا 2، يعني هاي هنا الوحدات إذا ما نضبط الوحدات تخطأ. تعجيل الأرضي اللي هو متر على الثانية تربيع، هذا متر ال هاي ثانية تربيع صارت ناقص واحد صعدناها فوق، والميوم هي باسكال ثانية ومبسطناها طلعت لنا كيلوغرام، طلعت لنا متر ناقص واحد ثانية ناقص واحد. إذا من كتبت الوحدات، هو أصعب فقرة بهذه هي الوحدات لا تخطأ فيها، أما الباقي ما بي كل شيء. تجي باي واحد إحنا قلناها في ال رو اف دي، أجي أكتب باي واحد في ال رو اف دي، الفي أجيبها من هنا هاي موجودة، وش طلعت لها أس أي، ال ال أجيبها من هنا طلعت لها أس بي، الرو من هنا أجيبها هنا طلعت لها أس سي، وأجيب الإف دي، هذا الإف دي هنا، هذا الأس ماله واحد. إذا الثلاثة الريبيتد، واحد أس أي والآخر أس بي وأس سي، هذا كله يساوي لي واحد اللي هو ام ال تي، ام الصفر ال صفر و التي الصفر. اجي عاد اوجد الاي والبي والسي، شلون اوجدها؟ اوجدها بهذا الترتيب، ام هاي الام، الام سي زائد واحد يساوي صفر. اجي هنا ام عندي، وين عندي ام؟ هاي ام. دكتور بس سؤال، ايه دكتور، هاي الاس اي واس بي واس سي دكتور، يعني هاي احنا نختارها يعني نسميها بكيفنا لو نتقيد بيها؟ هي واحد منهم اس اي، هذا الريبيت الدول الثلاثة، والآخر أس بي والآخر أس سي، إذا هذول أسسهم أي بي سي، ذولا ريبيتد فقط. يعني تريد خليني تقولين الفي دائما أي أو ال ال دائما بي؟ لا، أنت يعني شلون تصفطيهم؟ جوز تصفطيهم ال ورو وفي، هذا أي وهذا بي وهذا سي، فاحنا هنا ما متقيدين بالتسلسل، بس متقيدين اي بي سي. اول واحد تخلينه هو اي، الثاني بي، الثالث سي، اذا تخلينه الرو او الال او الفي. يعني هنا انت مخيره شلون تصفطيهم بالثلاثه ذولا، كل واحد منهم له اس اي او بي او سي. واضح؟ زين دكتور الناتج شلون طلع ام نوت وال نوت؟ يا هو هذا، هذا نعم. أكو معادلة، أكو معادلة بالرياضيات، هذه كلها تساوي واحد، طيب هذا يساوي واحد، أي رقم الصفر شقد يساوي؟ أي رقم الصفر؟ الصفر واحد، واحد، إذا هذا كله يساوي واحد،
هذا يساوي واحد. بس احنا ليش خذنا ام؟ لان شغلنا ام ال تي حتى نساوي المعادلة بصفر، فهي واحد نزلنا ام ال تي نفس الموجودات هنا، اس صفر اس صفر اس صفر، فمن تجين تاخذين المعادلة تساوينها بصفر، تاخذين الام تساوينها بصفر، بعدين ال تشوف هنا ايش قد اسسها، لو اي لو بي لو سي لو اي بي لو اي بي سي، اي اس ويساوي صفر، الثالث ويساوي صفر. هاي علاقة رياضية، هذه هاي علاقة رياضية، واضح؟ واضح؟ نعم دكتور واضح. نعم دكتور. فنجي أول شيء قلنا على الام، الام هي ايش عندي؟ ام عندي هاي ام، ايش قد الاس مالها؟ سي واحد في سي سي، وين عندي ام منه؟ هنا عندي هذا واحد في واحد واحد، اذا سي زائد واحد ايش قد يساوي الام هنا؟ صفر. فاجي هنا سي زائدا واحد يساوي صفر، اذا السي يساوي لي ناقص واحد، وجدت قيمة سي. اجي على الثاني ال ال، ايش عندي ال؟ انا عندي ال اس اي، اذا اي زائدا بي ناقصا ثلاثة سي زائدا واحد، عندي هنا ال وال وال وال، كل هذا يساوي لي صفر. فأجي اي بي ناقص ثلاثة سي زائدا واحد يساوي لي صفر. السي اجيبها انا اعوضها مكانها، طلع عندي اي بي يساوي أربعة. أروح أكمل، كمل التي، التي إيش عندي هنا؟ تي عندي ناقص أي وعندي ناقص اثنين يساوي لي صفر. فأجي ناقص أي ناقص اثنين يساوي لي صفر، إذا الأي إيش قد؟ ناقص اثنين، أعوضها هنا طلعت عندي البي ناقصا 2. اذا وجدت الاي ايش قد والبي ايش قد والسي ايش قد. اجي باي واحد هي في ال رو اف، اجي هنا الفي اس اي، الاي ايش قد طلعت عندي؟ اذا هاي ناقص 2. ال اللي هي البي هم ناقص اثنين، هذه هم ناقص اثنين، الرو اللي هي السي ناقص واحد، الاف دي باقي، الاف دي تبقى بالبسط، هذول ناقص كلهم ينزلون جوا، هذا تربيع وهذا تربيع وهذا الرو ناقص واحد، فطلع عندي الباي واحد هو دراج فورس، صح لولا ما اخذي احنا قبل، اذا هذا هو الدراج فورس، قانون الدراج فورس اللي اخذناه. نجي على الباي 2، الباي 2 في ار ثابته، أضف لها المتغير الآخر وهو الجي، أنزل الوحدات أس أي وحدات ال L أس B وحدة ال R أس C وحدة ال G أس واحد يساوي لي M L T أس صفر صفر صفر. أجي أعيد نفس الشغلة، اجي هنا على الام، هي انا ما عندي ام، هي انا ما عندي ام، هي انا عندي سي ام اس سي سي،
ام ماذا عندي يساوي صفر، اذا السي صفر. اجي على ال، ال عندي هنا اي هذا زائدا ب ناقصا ثلاثة سي، وأنا عندي يلا النوب واحد زائدا واحد يساوي صفر. سي تروح يبقى لي الأي زائدا البي يساوي ناقص واحد. أجي بقى عندي التي، عندي هنا ناقص أي أجيبه هنا ناقص، وين عندي تي نوب ناقصا اثنين، طلع عندي الاي ناقصا اثنين اعوضه هنا يطلع عندي البي واحد. اجي طلع عندي الاي اعرف وش قد هذا الاي وهذا البي وهذا السي. اول واحد اي ناقص اثنين، البي أس واحد، السي صفر. إذن الجي باقية، ال باقية، الرو الصفر يعني واحد، والبي تنزل جوا. إذن طلع عندي باي 2 ال جي على بي سكوير، هذا يا نمبر من يتذكر فرود نمبر بالضبط. إذن هذا فرود، هذا فرود نمبر، فهي الموضوع صراحة مجرد تمارس تعرف شلون تسلسل مع الحل. ما بي قلت لكم بس الوحدات، فقعدنا آخر باي اللي هي هم معادة ذولا الثلاثة بس الميو، وحدات الأي والبي والسي وهاي الميو هاي الجديدة علينا. نجي على الام، ايش عندي ام؟ عندي هنا سي فقط، وعندي هنا ام اس واحد، إذا السي طلعت لي ناقص واحد. نجي على ال، عندي الاي وعندي بي وعندي ناقص ثلاثة سي، وعندي هنا ال ناقص واحد يساوي لي صفر. عوض السي هنا يبقى لي اي بي، اي زائد بي يساوي بي. اجي على التي، إذا عندي ام ال تي، التي هنا ناقص اي، وين عندي تي ناقص واحد، الاي طلعت ناقص واحد هاي الاي، عوضها هنا طلعت عندي البي وعندي السي. نفس الشغل ارجع اعيدها، الاي ناقص واحد نزل جوا، البي ناقص واحد هم نزل جوا، السي ناقص واحد هم نزل جوا، وقع عندي الميو. اذا الميو على رو بي ال، هذا شو اسمه يا نمبر؟ هذا رينولد، رينولد نمبر بالضبط. اذا هذا رينولد نمبر. اذا باي واحد هو فانكشن، فانكشن الباي 2 وباي 3. باي واحد هو دراج فورس، باي تو هو فراود، وباي ثري هو رينولد. إذن هذا الدراج فورس هو فانكشن إلمن للفراود وللرينولد نمبر. وانتهى السؤال، وبقيت الأسئلة كلها نفس الشيء، كلها ما بيها فرد. يعني هذا من الأسئلة يعني المضمونة، المفروض إذا جيك يجيك هذا السؤال هذا بتجيك قبل تروح تعرف السياق ماله شلون تبدي تعدهن
نقص منهم ثلاثة تقول عندي كم باي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. المعاداة تدور سرعة طول دايميتر دنسيتي ذني ثلاثة أربعة ثلاثة خليهم المعاداة وضيف لهم واحد وضيف النوب واحد وضيف واحد. أقعد أجزئ الوحدات على كيفي أسويها بدلالة الوحدة أكتبها بالتفصيل سرعة متر على الثانية وتساوي المتر L الثانية T T أطلعها فوق فصار L T أس ناقص واحد وثبتها بين قوسين. أروح على المتغير الآخر أكتب الوحدة ماله مثل ما هي وبعدين أكتبها بدلالة لو الـ L لو الـ T لو الـ M وأرتبها وأخليها بصفحة بعد من أجي أحل أروح أجيبها وأخليها أجيبها وأخليها حتى ما تخطأ. عندنا هذا سؤال إنه the force F بدنا قوة هنا propeller of boat البانك مال زورق propeller المروحة depends on the forward speed of the boat. إذن الـ F هاي تعتمد على متغير رئيسي سرعة القارب density of water rho viscosity diameter of the propeller قطر المروحة and the speed of rotation n n اللي هو revolution per minute. Find all pi groups by using pi theorem method. إذن عند الـ F هي function المن سرعة density viscosity diameter و rotation اللي هو revolution per minute. أجي عدد المتغيرات ستة إذن عندي ست متغيرات. البيزك ثلاثة عدد المجامع 6 ناقص 3 3 الريبيتنج فاريبل دي فيرو اذا صفط الامور كلها باي 1 اف وذني معادات باي 2 ميو وهذول معادات باي 3 ان وهذول ثلاثة معادات ما سوينا شيء اشتغلنا مثل السؤال اللي قبله. باي 1 MLT هذا الواحد وصفر نجي الـ F هاي الوحدة مالها الـ D هاي الوحدة مالها هذا وس A لأن هذا repeated الـ V هاي الوحدة مالها وس B والـ Rho هاي الوحدة مالها وس C. إذن صفتناها تصفير ونجعاد نشتغلها MLT M عندي C زائد واحد الواحد ناقص واحد C ال L عندي L وعندي A و B وثلاثة C جيب C هنا طلعت عندي هاي معادلة ال B عندي ناقص 2 و B ال B طلعت ناقص 2 إذن ال A هم ناقص 2 بناقص 2 بناقص 1 طلعت ال A وال B وال C. أجي على الباي 1 ال F ال A إيش قد ناقص 2 جبتها هنا ال B ناقص 2 جبتها هنا السي ناقص واحد جبتها يبقى بس عندي الاف البسط والباقي ناقص كله ينزل رو في سكوير دي سكوير طلع عندي الباي واحد هذا الباي واحد ارجع
الباي 2 نفس المبدا. هم كتبنا هاي اللي هي شني اللي هي الميو، هاي الميو، وهذه دي في رو. واعيد نفس الحكي مال هذا اعيده هنا مع التغير عندي، بس الميو تغيرت، هناك اف هنا ميو، سي زائد واحد طلعت لي ناقص واحد، ال وين اكو ال انزلها ناقص واحد، باي بي بثلاثة سي تساوي صفر، جيب هاي هنا طلعت لي اي زائد بي تساوي ناقصا اثنين. اجي عدتي تايم عندي هنا ناقص واحد، وعندي وين تي عندي هنا ناقص بي، اذا البي طلعت عندي ناقص واحد، والاي اي والبي والسي، اجي انزلهم الميو تبقى ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد، طلع لي هذا رينولد، طلع لي رينولد نمبر. فما بها يعني هذه أسئلة تعتبر أول واحد من يشوفها يقول هاي صعبة، بعدين من يشوفها ما بها، فقط بها وحدات. وشون تحول المشكلة إلى دايمنشنال أناليزز يعني دايمنشنلس. الباي 3 نفس الشيء، الباي 3 عندنا هذه الان، الان وحدتها واحد على التايم تصير تي اس ناقص واحد، والان معروفه وحدتها دي، والسرعه وحدتها، والرو وحدتها. نجي نبسط نشوف الام ما عندي بس هنا سي تساوي صفر، اذا السي صفر عندي. الال عندي اي اي ال، وعندي بي ال، وعندي ناقص ثلاثة سي تساوي صفر، طلعت عندي هاي. اجي على التايم، تايم عندي ناقص واحد، وعندي ناقص بي، البي طلعت ناقص واحد، اعوضها هنا طلعت عندي الاي واحد، البي ناقص واحد، والسي صفر. من اجي اعوضهم الان تبقى الدي يبقى فوق، والفي ينزل، والرو يروح، طلع عندي هذا، هذا النمبر. شنو هذا النمبر؟ الله اعلم، بس المهم هو دايمنشنلس. هذا لازم نقعد نبسط ونحول الان الى باي دي ام وسرعة ويطلع لنا. إذا أنت المهم تطلع الباي، فطلع عندي باي واحد وباي اثنين وباي ثلاثة كلها بنفس الطريقة. هسه يجيب لك سؤال، هذا السؤال يجيب وتحله، طلع عندك باي وان وباي تو، هذا السؤال حلو تكملوا، طلعت باي واحد وطلعت باي اثنين وطلعت باي ثلاثة، جاب لك معاه سؤال عن سيميليتيود. انت احسن ما تدوخ انا يا استخدم فراود لو استخدم رينولد، ورينولد شلون ينكتب. جاب لك سؤال عن سيميليتيود، قال اف واحد إلى 16 بروبلر موديل موفز ام ام بي ام ال على ام بي، ام ال على ام بي، ايه. فإذا هذا ال على ال، موديل على بروتوتايب منطقية، ومنطقة سرعة الموديل 4، والار بي ام 200 ريفوليوشن بير مينت،
ومنطيك قوة F 60 نيوتن. شوف ايش كاتب لك. Using the above pi groups obtained in example 4. إذا استخدم هذه البايات اللي وجدتها بالمثال القبل. Determine the speed of rotation. يريد الآن and the thrust قوة الدفع for the propeller للبروتوتايب. إذا البروتوتايب سرعته 36. إذا السكيل عندي 1/16 اللي هو الدي موديل على الدي بروتوتايب اللي هو الال موديل على الال بروتوتايب. إذا الدي بروتوتايب هو 16 دي للموديل 16 ضرب. أجي عندي N يريد مني الN. هذا يريد مني الN. أروح على السؤال اللي قبله. نطلع الناني ما نطلع هاي نطلعها. إذا باي 3 هاي باي 3 نطلعها ND على V. إذا هاي تفيدني. شو أسوي لها؟ أجيبها أكتبها. إذا ND V للموديل على NDV للبروتوتايب بنطيني للموديل قايل لي 200 هاي اجيبها دي للموديل بنطيني السرعة 4 هنا بنطيني او هو اللي يريده شو يريد الN اللي هو ايه هذا يريده للبروتوتايب وهذا 16 دي ام هذا واحد وهذا 16 دي ام فهذا يروح مع هذا وسرعة البروتوتايب منطيني اياها هذه بقى عندي بس الام بي اذا 112.5 ريفوليوشن بير مينيت احتاج للبروتوتايب هذا هو المطلوب تريد الثرست F بس هو محددني قال لي دير بالك using the above pi groups هاب كيف اكتب اللي حصلتها بالاكسامبل اللي قبله اروح على البايات هنا ما عندي F هذي هذي ال F اذا هذي تفيدني هذا الباي يجيبه F على رو بي سكوير دي 2 اللي هو باي 1 اكتبه واجيبه وين احل بي السؤال مالي اذا F رو بي سكوير دي سكوير للموديل بروتوتايب عندي للموديل 60 ال F وينها هذه وعندي الرو مع الرو تروح لنفس الوسط اكو عندي تغير كله مي ما قال لي هذا سوينا مي وهذاك سوينا الموديل سوينا بغاز وايل ولا قال لي بغير الكويد الدنسيتي ماله هالقد فاذا رو مع الرو تروح سرعة للموديل المنطينيها 4 هذه هاي الاربعة نجيبها الدي معلومة 36 للبروتوتايب هذه 36 الدي معلومة هنا هاي الدي مع هاي الدي بقى عندي بس الاف ايش قد احتاج قوة thrust force for propeller للبروتوتايب إذا أحتاج 1244 كيلو نيوتن حتى أقدر أمثل الموديل بالبروتوتايب واضح هذا السؤال؟ يعني سؤال تجيب التفاصيل مال الحل اللي قبله عليه إذا تخطأ بذاك راح تخطأ بهذا يعني خسرت الاثنين واضح شباب هذا؟
قناه نعبر. تمام دكتور. تمام دكتور. بس عندنا هذا هم نفس الشيء اعتقد. هم مربوط بهذا السؤال. اذا هذا السؤال نفسه عندك دراج فورس هنا ساتلايت ديش ديبينز. اذا مال ديش مال طحن. طحن مال الديش depends on wind speed. إذا قوة الكبح تعتمد على wind speed v air density rho viscosity and satellite dish diameter. نعطيك هذه المتغيرات using the pi theorem method find all pi. عندك fd عندك سرعة density mu و d تصفطا مثل ما علمناكم وتقول عندي خمسة شيل منها ثلاثة بقى اثنين دي في رو هذا الريبيتد واجي صفط باي واحد وباي اثنين اطلب مني بايات اثنين اف دي و دي في رو وميو و دي في رو اجي اكتب الوحدات مالهن. إذا باي واحد هاي المعادلة أجي أشتغل الام وأشتغل ال وأشتغل التي حتى أوجد الاي والسي والبي بنفس الطريقة اللي حكينا لكم إياها. طلع عندي باي واحد هو دراج فورس سي دي دراج فورس كوفيشنت هذا نفس الطريقة الباي 2 أوجد الأي والبي والسي راح يطلع عندي رينولد مقلوب مال رينولد نمبر. طلع عندي الباي واحد والباي تو. سؤال الوراء نفس الشيء يقول استخدم دحق using the pi group obtained in example 6 استخدم هذول وحل هذا السؤال. هذا منطيك سؤال drag force على diameter 2 متر مال صحن مال دش due to 80 كيلومتر بالساعة. إذا سرعة الويند هذا يقول لك لازم تنحسب through a wind tunnel test. إذا هاي أريد أحسبها في الموديل أسويه بس أحسبه بالويند تنل ولازم احصل على دايناميك سيميلر موديل اوف 0.4. اذا الموديل 0.4 والبروتوتايب 2 استخدم البايات اللي حصلتها بالسؤال اللي قبله حتى تحل لنا وقايل لك اسيوم شوف هنا مهمه ستاندر اير فور بوث موديل اند بروتوتايب. اذا اثنينهم بالهواء. فايند ذا فولوينج اولا ات وات اير سبيد سرعة الهواء the model test فأي سرعة اختبر الموديل بالمنتنى. إذا سرعة الهواء اثنين يقول لك إذا قسنا الدراج بالموديل 170 نيوتن الدراج 170 what is the predicted drag on the prototype dish تتوقع يعني الدراج فورس قوة الكبح. فنجي هنا الدي بروتوتايب 2 الفي بروتوتايب 80 كيلو متر بالساعة حولها على متر
ال دايميتر للموديل اعرفه، الفي للموديل هو يريده، والاف للدراج فورس للموديل منطيني اياها، فيريد هاي وحده ويريد هاي اثنين، دراج فورس للبروتوتايب والفيلوسيتي للموديل، حتى يسوي اختبار هذا الدش الصحن يسوي داخل الونتانا. اجي اني بالسؤال اللي قبله نطلع رينولد هذا واحد ونطلع دراج فورس، اجي اطبقها تطبيق عام ما بيها لا كاف ولا لام. اذا طبق رينولد الموديل يساوي رينولد البروتوتايب، واقعد ابسط السيم كونديشن، اذا الميو والرو تطير، بقى عندي في موديل دي موديل وفي بروتوتايب دي بروتوتايب، بقى عندي بس الفي موديل مجهول، طلع عندي 400 كيلومتر بالساعة، 400 كيلومتر بالساعة. اطبق الباي اللي لقيتها الاخرى الثانيه اللي هي دراج فورس للموديل وللبروتوتايب، هاي غلط، هاي لازم بي، هاي بي وهاي للموديل. الاف للبروتوتايب انا اريدها، والباقي كله معلوم عندي، كله معلوم. ابسط طلع لي الاف دراج تساوي لي 170 نيوتن. واضح شباب هذا الكلام؟ ما في اي علم.